شيخة. هلا يما. يما ما عجبت شيء من تطالعيني يمين ويسار؟ لا يما بصراحة ما أدري، ما حسيت في شيء تايبي. يما الصراحة مبالغ فيها أسعارهم، شنو هذا؟ وين قاعدين؟ انتين مبالغ فيهم، ايش عرفكم انتوا؟ ايش عرفكم حبيبتي؟ ذي المحلات كلهم الكواليتي عندهم ينن. اي لا احنا ما نفتهم، انت بس اللي تعرفين حبيبتي، احنا شايفين خير الحمد لله، خلينا الماركات حقك. يما وديني خياط، والله انا راح اصمم حق نفسي وراح يطلع حلو. وي تذبحي كم ماركات من صدقك انتي؟ انتوا بعدين معاكم؟ قعدت عيون كذي بالشارع قدام الله وخلقه، استعوا على ويلكم انت بسج. وما اي شارع، احنا مو باكسفورد ستريت. وش وش تجمد حليق بشيء؟ تعال تعال خش بالمحل. خلي الواحد يقط كلمه ما يدري شلون. هاي يما ما ادري مفتوحه بين هذا حلو هذا بس ليش احمر؟ واخذ على الاسود يعني شويه يعني انت سمره وبتلبسي اخذي كذي الفواتح الزاهي في اللون شفتي؟ صح حلو اجرب هذا هذا؟ اي شوفي هذا حبيبتي اي هذا شكله اي هذا ذر مستول زين مسكي شوي جنطتي انتوا لازم يعني تفسخون وتلبسون وحده تبي تبدل بس خلينا نجرب والله خلينا نجرب شيء تجربي حلو تعالي كذي شوي 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 يما شنو حلو ايش حالاتها شوفي ايش كبره يما ستايلش الحين الناس تلبس كذي ستايلش اي يما موضه ايش فيك يما الف وحده تدخل معك بهاللبس يما هذا الستايل الحين ايش فيك اي زين كله كذي وسيع يلا يا شيخه انتوا ايش عليكم منها خلت المال بشغل يما اخذي راحتك اخذه يعني اخذيه والله شوفي والله مو حلو عليك مو حلو تعالوا ما شاء الله ما ادري شلون هذا شكرا تبارك وايد حلو بس لحظه يبي له تضبيط اكيد يبي له تضبيط حزامين ما عارفه اربطهم اي حزامين ما شاء الله عليك يما يهبل تبارك الرحمن صدق بسم الله عليك عليك بالف عافيه اي ها كذي حلوه اصلا هي إيه اللي تحلي مو هو يحليها يا بس يمكن يبي له بروش صغير ما اعرف ما شاء الله عليك يما ذوق بسم الله عليك الرحمن الرحيم اي شيخو سمعي ترى هالجم صوت يبي له شي ترفعين شعرك بونيتيل شي يطلع احلى ما تطلعين أنفال إذا ما علقتي ونقلت ما تقدرين؟ الحين البنت قاعدة تقايز شعرها ما شعرها وقت الملكة ولا وقت الخطوبة تكسع قولي إيش تبي تسوي بس لازم زيني ما تكفين أخت العروس ما لها بدلة قولي أبي كذي قولي هاي ما إحنا شنو؟ يما عاجبك أنت؟ مرتاحة فيه؟ عليك بألف عافية الله يبارك لك إن شاء الله إن شاء الله يما راح أبدل يلا يما يلا من بيشتري؟ انت شو مو شغلتش زيني ما حطي مع النفرف هذا شيلي وردي مكانه خلنا نخلص من اختك بالاول واي بناتي واي تعبانه يما حبيبتي ادري ادري ان شاء الله وبعدين تعالي هني في مطعم يهبل فلافل عنده ناطعه امبي يما ايش فيك ترى احنا بمجمع محترم ايش جاب طار الفلافل الحين والفلافل مو محترم ها قولي الحمد لله انفال دائما قولي الحمد لله على النعمه ايش فيك انا ما قلت شيء الحمد لله على النعمه بس على هالكشخه كلها ليش تودينا مطعم فلافل في مطعم هني شحلات ينن اي بس تبين تنتقدين انت قالت اخت الشيخه انت حق النقد جاهزه الله شيخه يلا يما شيخه ساره خلاص يلا خلصت خلصت لا تستعيلونها يلا هذا مع النفنوف هذا بعدين يصير خير حطيه مكانه شوف سهقت يلا يلا يما يلا وي 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 شيلي الحزام يلا خذوا حق الكاشير يلا 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 خذي هذا ماشي هذا حق منو؟ بعد سارة ما تقدر هاي I'll have this one please ما عندكم discount؟